فوائد متدنية، وما منوصل للفوائد المتدنية من دون تعزيز الثقة، والثقة ما بتتوفر إذا ما في خطة شاملة للاقتصاد تحت إدارة سياسية مركزة على الاقتصاد. المصارف اللبنانية مثل كل المصارف مطلوب منها تسعى لتحسين النسب، نسب الملاءه ونسب السيوله والعوائد على الاستثمار، وهيدي مرتبطه بالتصنيف يلي بيطال كل النظام المصرفي العالم، وهيدا كله مرتبط بالارقام مش بالنظريات. ولما ما بتعود المصارف تحقق ارباح وتزيد من نسب العوايد على الاستثمار، تصنيفها بيتراجع، وهيدا سيؤدي حكما لتراجع التصنيف الائتماني للبلد ككل. كلنا بنعرف شو يعني. بالواقع المصارف عم تتعرض لتحامل غير مبرر على دورها، خصوصا إن العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وهون دور الصحافة بالتكامل مع القطاع المصرفي لبناء قوة ضغط إيجابية على الحكومة للتفكير بطريقة اجتماعية واقتصادية يلي بيخلقوا الثقة للقطاعات المنتجة ليعودوا يستثمروا ويبنوا اقتصاد البلد يلي بتشكل الركيزة الأساسية للملاءة ولسلامة استمرارية القطاع بشكل فاعل. اسمحوا لي وضح بالتفصيل مسألة ربحية المصارف وكيفية توزيع الإيرادات المحققة حتى تكونوا أنتم والرأي العام كما المسؤولين على بينة من حقيقة الأمر. 62% بتروح للمودعين، 20% بتروح مصاريف تشغيلية، وبينضاف إلى كلفة المخاطر، بيبقى 18% تسدد منها الضرائب على الفوائد والأرباح، وعلى
الأساس الموازنة الحالية بيبقى من هالنسبة النص تقريبا يلي هي 9%. ال9% بيتوزع منها حوالي 3 أو 4% أرباح للمساهمين، 3 أو 4% أرباح للمساهمين، وهالأرباح تخضع لضريبة توزيع 10%، يعني بيبقى من 9% بيتوجع على المصارف إنه تضيفه للاحتياطات النظامية ضمن الأموال الخاصة للالتزام بالمعايير الدولية حسب تعاميم مصرف الدين واتفاقية بازل 3. مش عزوقنا وما عندنا خيار إلا بالتنفيذ، وإلا خرجنا من السوق العالمي. الاستمرار باستهداف القطاع المصرفي مضر بالاقتصاد، مضر بالاقتصاد الوطني. نعم، المطلوب العكس، يجب تمكين هالقطاع لاستقطاب ودائع جديدة لتمويل الدورة الاقتصادية وحاجات الدولة اللبنانية. كلنا بنعرف انه الدولة واجب عليها أخذ إجراءات تصحيحية بهدف التوصل إلى استدامة الاستقرار الضريبي وإعادة بناء الثقة والحفاظ على سعر صرف الليرة والقيمة الشرائية. إلا أنه هالإجراءات لازم تتم من ضمن إطار سياسة اقتصادية شاملة تاخذ بعين الجدية مسألة ترشيق القطاع العام وتخفيض النفقات غير الانتاجية. ومع غياب سياسي كهذا بيكون إطار المعالجة عم بيصير من دون وجهة، في غياب تصور علمي وموضوعي لتحديد أهداف وطبيعة واستمرارية الحياة الاقتصادية. بتمنى على أهل السياسة والمشرفين على مقدرات البلد السعي الجدي لخلق المناخ الإيجابي بتأمين الاستقرار وتعزيز الثقة وتنشيط الاقتصاد والتوقف عن إرسال إشارات قلق إلى المستثمرين. بتمنى تكون موازنة 2019 بداية لخريطة طريق واضحة، وما تكون موازنة حسابية تفتقر إلى المضمون والإصلاح العلمي ولا تؤدي إلى دفع الاقتصاد إلى الأمام. بلدنا بحاجة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تصاعدية، وبلدنا بحاجة لعقول نظيفة تشتغل لتحقيق هالهدف. ينعاد عليكم رمضان كريم، الله يخليكم. Thank you.